تباع لوحات الفيلة بأثمان باهظة، وتجمع الأموال وتستخدم في الحفاظ على هذه الحيوانات، مع أن أحد المهتمين بالوقاية بها يعترف بأن كثيرين لا يصدقون. معظم الناس لا يصدقون أنها حقيقية، بل يظنونها رسوماً مزيفة، ويظنون حتى مع شريط الفيديو هذا أن يداً داخل لعبة متحركة ترسم اللوحات. كيف تفعل الفيلة ذلك؟ حسناً، الفيلة من هنا، من محمية تقع خارج تشيانغ ماي. معظمها متحدر من فيلة أليفة جرى ترويضها منذ عقود عدة، وهي معتادة للعيش مع البشر، وهي مدربة على تأدية حركات لا نرى الفيلة تقوم بها في أي مكان آخر من العالم. مهارتها في كرة القدم مذهلة، لكن نجمة العرض أنثى اسمها هونغ، وهي التي تمسك بفرشاتها. هناك أيضاً ذكر اسمه سانجاي يستطيع أن يبدع. في البداية عندما أعطيت الفيلة فرشاة رسم، بدأت ترسم على الورق نقطاً وخطوطاً عشوائية. على مر شهور عدة تمكن المدربون من تعليمها كيفية نسخ الرسم الذي يعطى لها. يزعم المشككون أن حراس الفيلة هم الذين يحركونها بوضع يدهم على خراطيمها أو آذانها. الجميع تقريباً يعتقدون أن الفيلة لا تدرك أنها ترسم لوحات، لكن قلة يرون أن هذا العمل اللافت هو ربما خطوة نحو معرفة الذات. لقد تعلمت أن ترسم، لكنها في الوقت عينه عندما تبدأ برسم صورة لنفسها تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تتمكن من فهم الرسم. يقول مدرب هونغ إن كل الفيلة قادرة على الإمساك بفرشاة رسم، لكن قلة منها تتمتع بموهبة فنية، وهذا يعني أن بعضها يولد على غرار البشر موهوباً. انظروا إلى خارطة ناشونال جيوغرافيك هذه غير العادية. إن إحدى الوسائل لمعرفة مكان إقامة الناس هي مراقبة ما يحدث عندما تضاء الأنوار. هذه الصورة من الفضاء تكونت بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. التقطت صور للأرض على مدى سنة كاملة. الهند عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، أضواؤها خافتة إذا ما قورنت بإيطاليا البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة. وكما في السابق، ما زال الناس يعيشون بالقرب من الماء. هذا وادي نهر النيل، نهر الجانج في الهند، البحيرات العظمى في الولايات المتحدة، جزر اليابان. هذه أضواء بانكوك المتلألئة، ومدينة ريو التي تنبض بالحياة. غرينلاند غير مزدحمة. ثلاثة، اثنان، واحد. في الأحوال الجوية السيئة يكون النزول من تلة أسهل من الصعود إلى قمتها. ثم